تحية سام عامر جروب، واحنا كنا عملنا ليه تحديث تقريبا من شهر، واعتقد ان احنا محتاجين نشوف تحديث جديد. واحنا سام عامر جروب احنا قلنا ان هو عمل لي موجة هنا على شكل خماسي، ادي واحد وادي اتنين وادي ده كله تلاتة، ورجع تراجع باربعة، وبعد كده عمل لي قمة خمسة، وحاليا صحح. واعتقد ان التصحيح زي ما قلنا في اخر فيديو انتهى في المستويات دي، وحصل ردة فعل من المستويات دي تاني. تمام. انا عندي منطقة الصفر اللي انا دايما بقول عليها، اللي هي المنطقة اللي انعكست منها الاسعار، اللي هي المنطقة دي اللي هي عند مستويات الاربعين قرش، واعتقد انها صعبة تتكسر، واعتقد ان بداية الانعكاس الحقيقية كانت من المناطق دي. طيب انا مستني المنطقة دي، المنطقة اللي ما بين الواحد واربعين قرش لحد مستويات الاتنين واربعين قرش تقريبا، انا مستني منها ردة فعل. وحاليا انا بيحصل عندي ضعف في الزخم البيع عندي على البيع، يعني بدأ الضعف، بيحصل عندي صعود وهبوط صعود وهبوط في المنطقة التمركز دي. انا عايز ايه عشان اقول انا هبتدي اخش في سهم عامر جروب او استثمر في سهم عامر جروب؟ انا عايز ردة فعل ايجابية في المستويات دي، وهيكون اول هدف بالنسبة لي هو كسر اخر قمة تشكلت، اللي هي القمة دي اللي هي مستويات ال 46 قرش. لكن اللي انا شايف لعمل جروب، انا شايف ان عمل جروب انهى التصحيح بتاعه عند مستوى الاربعين قرش، واحنا شرحنا في الفيديو السابق عشان الفيديو ما يطولش. وحاليا احنا في منطقة نطاق قبل الصعود، يعني ده كله نطاق من المناطق دي كلها، اللي هي من مناطق ال 42 قرش لحد مستويات ال 43 قرش. انا محتاج يكسر يخرج من المنطقة دي ويعمل لي ردة فعل ايجابية، خصوصا ان انا حتى التصحيح ده انا شايف ان التصحيح ده منتهي، يعني التصحيح ده منتهي. تمام. كمان لو جينا نبص بطريقة افضل، ان ناخد مستهدفات فيبوناتشي بتاعتنا اللي هو التصحيح فيبوناتشي ريتريسمنت، انا مستني اخد يعني 78%. طبعا انا 78% بتاع الموجة دي ما زالت عندي 41 قرش، وانا بشوف ان دعمه قوي جدا وانا رحت له. تمام. فاعتقد كمان ان احنا قريبين قوي من مستوى 61 فيبو، ده مستوى قوي جدا. فانا شايف ردة الفعل هتحصل في المستويات دي. هل ممكن ينزل يعيد اختبار المناطق دي تاني اللي هي مناطق ال 41 قرش؟ واعتقد ان هيحصل ردة فعل من المناطق دي اللي ما بين 42 قرش لحد مستويات 41 قرش، منطقة الطلب اللي احنا محددينها. طيب انا عايز اخش في عامل جروب، انا شايف ان المكان كويس جدا للدخول في عامل جروب، بس انا مش هخش في عامل جروب الا لما يحصل عندي تأكيد وشمع بفوليوم قوي وتغير حقيقي في المسار، لان انا شايف ان عدت الاختبار لحد دلوقتي ما تمتش بشكل امثل، ومستني شمع بفوليوم قوي حركة تأكد للصعود. كمان انا مازال عندي الزخم البيعي بيزيد في اخر موجة دي، يعني انا اخر الزخم البيعي على اندكتورز عندي بيزيد مش بيقل. فعامل جروب لسه ما ادانيش تاكيد ان ادخل، ما ادانيش شمع فوليوم قوي. هل ممكن يكسر مناطق الطلب دي ويعمل لي قاع جديد، ويكون ده كله كان تصحيح بشكل اكبر، يعني يكون ده كله كان تصحيح بشكل اكبر وينزل يعمل ده قبل تكمله الاتجاه الصاعد؟ ده اللي هنشوفه في عامل جروب، لكن ما زال عامل جروب لن يعطي لي تاكيدات للدخول. بالتوفيق.